إذن تمرين 66 الصفحة 71 عندنا f دو x تساوي جذر x كاري موان ز على x زائد 2. السؤال الأول احسب ليميت دو x تنفيغا بليس لانفيني دو f دو x، ليميت دو x تنفيغا ناقص 2 على اليمين ديال f دو x، ثم أول النتيجة هندسيا بطبيعة الحال. إذن أول حاجة اللي نبداو بها على بركة الله نحسبو ليميت دو x تنفيغا بليس لانفيني ديال f دو x. إذن ليميت دو x تنفيغا بليس لانفيني ديال نعوض f دو x بالقيمة ديالها اللي هي x كاري موان ز على x زائد 2. إذن هنا كحل إلا درت هنا التعويض المباشر ما لا نهاية على ما لا نهاية فورم انديفيني أو شكل غير محدد. إذن هنا غنحاول نلقى الصيغة ديالي اللي يمكن لي نخدم بها النهاية. إذن ليميت دو إكس تنفيغا بليس لانفيني، نجي هنا نعمل بإكس أو كاري، لعملت بإكس أو كاري وطونكو إكس تنفيغا بليس إكس تنفيغا بليس لانفيني، إذن اللي هو عدد موجب، وبالتالي القيمة المطلقة ديال إكس كتولينا هي إكس، إذن هتساوينا هنا إكس جذر واحد ناقص واحد على إكس كاري قسمة هنا نعمل بإكس كذلك تجينا هي واحد زائد زوج على إكس. إذن اختزل إكس مع إكس، يعني الليميت دو إكس تنفيغا بليس لانفيني هي جذر واحد ناقص واحد على إكس كاري على واحد زائد واحد عفوا زوج على إكس. إذن دابا واضحة، جي ندير مباشرة ليميت دو إكس تنفيغا بليس لانفيني ديال إف دو إكس تساوي عدد على ما لا نهاية زيرو، عدد على ما لا نهاية زيرو، جذر واحد هي واحد على واحد، إذن تساوي واحد. هنا درت الان حسبت نهايه ديال اكس تنفيغا بليس لانفيني وعطاتنا العدد اللي هو واحد. اذا من بعد ما حسبت النهايه ديال اكس تنفيغا بليس لانفيني وحصلت على العدد اللي هو واحد، اذا نحاول دابا ندير، اذا من بعد ما حسبت النهايه ديالي ليميت دو اكس تنفيغا بليس لانفيني اف دو اكس كتساوي واحد، نجي ندير التاويل الهندسي. التاويل الهندسي إذن بما أن ليميت دو إكس تنفيغا بليس لانفيني ديال إف دو إكس تساوي لنا العدد واحد، إذن سي دو إف أو منحنى الدالة إف يقبل مقارب أفقي، معادلته إكريك كتساوي واحد. نمشي دابا نحسب النهاية ديالي عند على يمين ناقص جوج. إذن ليميت دو إكس تنفيغا جوج عفوا ناقص جوج بليس يعني على يمين ناقص جوج ديال إف دو إكس. إذن نحاول نحسب النهاية ديالي في هاد الحالة عاوتاني على يمين ناقص جوج، ليميت دو إكس تقول إلى ناقص جوج على اليمين أو الدالة بالقيمة ديالها اللي هي جذر إكس أس إتنان ناقص واحد على إكس زائد إتنان. إذن هنا بما أن ليميت دو إكس تنفيغا ناقص جوج على اليمين جذر إكس أس إتنان ناقص واحد ناقص واحد تساوي إكس أس إتنان ناقص واحد كتساوي إن هي جذر ثلاثة، لأن هنا جوج أس جوج هي أربعة، أربعة ناقص واحد هي جذر ثلاثة، و
والليميت دو اكس تنفيرا ناقص جوج اليمين ديال اكس زائد جوج اكس زائد جوج كتساوي زيرو لكن زيرو بليس. اذا ولاحظوا معايا ثلاثة على ثلاثة على زيرو بليس اللي هي بليس لانفيني. اذا ليميت دو اكس تنفيرا ناقص جوج اليمين ديال اف دو اكس كتساوي ان هي بليس لانفيني، هي بليس العدد يزائد ما لا نهاية. ندير دابا التأويل الهندسي. إذا التأويل الهندسي ديالنا نديرو بما أن الليميت دو إكس تنفيغا ناقص جوج على اليمين ديال إف دو إكس كتساوي لنا بليس لانفيني. إذا سي دو إف أو منحنى الدالة إف يقبل مقارب عمودي على يمين عدد جوج معادلته على يمين يقبل مقارب عمودي على يمين زوج معادلته إكس كتساوي عفوا ناقص جوج على يمين ناقص جوج معادلته إكس كتساوي ناقص اثنان. إذا السؤال رقم جوج أدرس قابلية الاشتقاق على يمين واحد وعلى يسار ناقص واحد مع التأويل بطبيعة الحال. إذا نبدأ نديرو قابلية الاشتقاق على يمين قابلية الاشتقاق على يمين واحد على يمين عدد واحد. إلا حسبنا بطبيعة الحال الصورة ديال واحد كتعطينا هي زيرو. إذن إلا حسبنا الصورة ديال العدد واحد كتعطينا هي زيرو، وبالتالي إذا ندوز العلاقة ديال قابلية الاشتقاق. نديرو ليميت دو إكس تنفيغا واحد على اليمين ديال إف دو إكس ناقص إف دو واحد على قسمة إكس ناقص واحد. إذا هنا في هذه الحالة هذه بعد ما نجيو ندير ليميت دو إكس تنفيغا واحد على اليمين عوضو صورة واحد هي زيرو نعوضو الدالة بالقيمة ديالها اللي هي جذر إكس أس اثنان ناقص واحد على إكس زائد جوج مضروبة في واحد على إكس هذه اللي هي إكس ناقص واحد باش كتجيني سهلة الكتابة. إذا ليميت دو إكس تنفيغا واحد على اليمين حطو معايا هذه طونكو هنا واحد على اليمين اللي هو عدد موجب. إذا نقدر ندير بكل بساطة الجذر ديالي أوكاري. إذا جينا هذه نخرجها جينا هي واحد على إكس زائد جوج هذه مضروبة هنا جذر إكس أس اثنان ناقص واحد وهذه كذلك ندير لها جذر إكس أس اثنان ناقص واحد عفوا إكس ناقص واحد الكل أس اثنان. إذا تعطيني بكل بساطة ليميت دو إكس تنفيغا واحد على اليمين واحد على إكس زائد جوج جذر لاحظوا معايا هنا إكس ناقص واحد أس اثنان دخلت كل شيء داخل الجذر هنا وهنا ندير متطابقة هامة نختزلهم تجيني هي إكس زائد واحد على إكس ناقص واحد. إذا ليميت دو إكس تنفير إلا حسب دابا تجينا هنا واحد زائد واحد هي جوج جوج مقسومة على زيرو بليس اللي هي بليس لانفيني وهنا عدد كذلك واحد على هو عدد واحد على ثلاثة عدد في بليس لانفيني. إذن إف دو إكس ناقص إف دو واحد على إكس ناقص واحد ناقص واحد هنا إكس تنفيغا واحد بليس يعني اليمين كتساوي لنا بليس كتساوي لنا زائد ما لا نهاية. نعاود واحد زائد واحد هي جوج واحد ناقص واحد هي زيرو وزيرو على اليمين اللي هي زيرو بليس عدد على زيرو بليس بليس لانفيني. هنا عندنا عدد مضروب بليس لانفيني هو بليس لانفيني. إذا ليميت كتساوي لنا هاد العدد هذا اللي هو بليس لانفيني. إذا بليس لانفيني ليس بعدد حقيقي. إذا يمكن نقول إذا إف غير قابلة
الاشتقاق على يمين واحد. إذن F غير قابلة للاشتقاق على يمين واحد، وبالتالي إذن سي دو إف تأويل هندسي، سي دو إف يقبل نصف مماس، نصف مماس موازي لمحور الأراتيب. نحدو تا النقطة ديالو، نحدوها. إذا من بعد ما خدمت على يمين واحد قابلية الشقاق على يمين واحد، دابا ندير قابلية الشقاق على يسار العدد ناقص واحد. عندنا اف دو ناقص واحد كالعادة اللي حسبناها في صدانا عطينا هي زيرو. إذا نحسب ليميت دو إكس تنفيغا ناقص واحد موان، يعني على اليسار ديال اف دو إكس ناقص اف دو ناقص واحد على إكس ناقص ناقص واحد اللي غتولي لنا هي زائد، اللي هي زائد واحد. إذن غنحاول ندير التتمة ديالي هنا. إذن إكس تنفيغا ناقص واحد على اليسار، ناقص واحد على اليسار، ناخدو هنا واحد على إكس زائد جوج، نعترض به هنا جداء، ناخد هنا جذر إكس أس اثنان ناقص واحد. هذه خصني ندخلها الجذر، طونكو هذا يؤول الى اعداد نحو المجال اللي هو ديال الاعداد السالبه، المجال اللي هو اعداد سالبه. اذا اجيني ناقص وناقص طبيعه الحال، اذا جذر اكس زائد واحد الكل اكاري. لماذا درت هذا ناقص هذا هنا؟ لان هذا نحو المجال السالب، ياخذ قيمه سالبه. اذا ليميت دو اكس ليميت دو إكس تنفيغا ناقص واحد على اليسار، إذا نحاول ناقص نزل هنا اللي هي ناقص واحد على إكس زائد جوج، ونشرك هادو داخل الجذر، جذر كلي اللي هي، وهادي متطابقة هما، غتبقى لنا هي إكس ناقص واحد من بعد ما تختزل على إكس زائد واحد. إذا ليميت دو إكس تنفيغا ناقص واحد على اليسار، نجينا هنا ديال اف دو اكس ناقص ديال اف دو اكس ناقص اف دو ناقص واحد لإكس زائد واحد، وغادي نحسبها شحال كتساوي. اذا لجينا هنا ناقص واحد ناقص واحد اللي هي ناقص، عطيني ناقص جوج، ناقص واحد زائد واحد اللي هي زيرو، زيرو موان، إذن هذه هي زيرو موان. عندنا ناقص جوج على ناقص، عندنا جوج على زيرو موان اللي هي موان لانفيني، والناقص هي بليس لانفيني، مضروبة في عدد اللي هو سالب. هنا عندنا ناقص واحد زائد جوج اللي هي، إذا مضروبة في عدد سالب اللي هي اللي هي بطبيعة الحال موال لانفيني. إذن هنا ندير التأويل الهندسي ديال النتيجة اللي حصلت عليها كذلك، ونجاوب على السؤال. إذن إف غير قابلة للاشتقاق على يسار ناقص واحد، يعني سي دو إف، التأويل الهندسي ديالي سي دو إف يقبل نصف مماس يوازي محور الأراتيب على يسار ناقص واحد. إذا عندنا اف بريم دو اكس، سؤال 3 بين ان اف بريم دو اكس كتساوي اكس زائد جوج على اكس زائد جوج اس اثنان جذر اكس كاري موان زائد. إذا نحسبو اف بريم دو اكس، عندنا اف دو اكس كتساوي هي جذر اكس كاري موان زائد على اكس زائد جوج. اذا باش نحسبو الاشتقاق خصنا نحسبو الاشتقاق ديال هاد الداله هادي اللي هي اف دو اكس. اذا نحاول ندير الاشتقاق ديالي هنا،
عندنا هنا هي x زائد يعني دالة على دالة x أس 2. عندنا نديرو هنا جذر x كاري موان زان بريم عامل ل x زائد جوج ناقص جذر x كاري موان زان عامل ل x زائد جوج بريم. الشقاق ديال هاد العدد هذا. إذن هذيك خاصية حطيناها اللي ما فهمهاش. دونك اف بريم دو اكس تساوي هنا نحاول ندير هاد هنا باش تسهل عليا الكتابة شوية اللي هي اكس زائد جوج أس 2. إذن نجي هنا الشقاق ديال جذر اكس أو كاغي موان زان تجينا هي جوج جذر اكس أس 2 ناقص واحد والشقاق ديال هي جوج اكس فوا أو العامل x زائد جوج ناقص هنا الشقاق ديال جوج زيرو الشقاق ديال x واحد دونك غتبقى لنا هنا x أس 2 ناقص واحد غير ما ننساش هنا بين قوسين. إذن f بخيم دو x اف بريم دو اكس تساوي اختزل جوج وجوج اذا شغتبقى لنا هي جذر اكس اس 2 ناقص واحد اكس عامل لاكس زائد جوج ناقص جذر اكس كاري موان زان قوسين ديالي جداء واحد على اكس زائد جوج أس 2 كنخلي هنا تفوض بها تن طريقي هاد المشكل هاد. إذن دابا نحاول نوحد المقامات. إلا درت إف بخيم دو إكس تساوي قوس ديالي باش مننساش فوا واحد على إكس زائد جوج أس 2. إذن إلا جينا لهنا وحدنا المقامات هذه هي نفسها. إذن جينا المقام واحد هو جذر إكس أس 2 ناقص واحد هذه هي إكس أس 2 اللي نشرتها زائد جوج إكس ناقص والقوس الناقص ندخل هذا الإعداد تولي ناقص إكس كاري زائد واحد. إذن وهكذا نكون تمكنت من الشقاق نحط غير الصيغه اللي باغين هما. اذا لاحظوا معايا الا درت هذه في هذه جدائيه تجيني هي اكس زائد جوج اس 2 جذر اكس كاري موان زان هذا جدا هذا. اذا بقى لنا هنا اختزل هذه مع هذه اذا شنو غتبقى لنا غتبقى لنا جوج اكس زائد واحد وبالتالي نكون وصلت للنتيجه اللي طلبوا مني نبينها. إذن نديرو جدول تغيرات ديال الدالة ديالنا f دو x. هنا نرجعو للشقاق طلعو معايا الشقاق عندنا هنا نديرو دراسة إشارة f بريم دو x. إذن لاحظوا معايا هنا ان اكس زائد جوج اس 2 اكبر من زيرو لكل اكس من دي دو اف يعني مهما يكون اكس من مجموعة التعريف. كذلك عندنا جذر اكس كاري موان زان اكبر من او يساوي زيرو لكل x من دي دي اف يعني من مجموعة التعريف ديالنا. هنا نقدو نديرو حتى اغ ماشي مشكل. علاش؟ لان الاس عدد زوجي ودائما للاس ديالو عدد زوجي فهو عدد موجب. نمشيو للسؤال الموالي عندنا هنا اذا اشارة
اف بريم دو اكس هي إشارة هاد العدد هذا. دونك هذا موجب، هذا موجب، دونك قلنا هذا هي إشارة جوج إكس زائد واحد. ودابا سهلة، نقدر نديرها في جدول التغيرات بسهولة. إذن نشوف جدول التغيرات ديالي هنا، قلنا الإشارة تحكم فيها جوج إكس زائد واحد، وهنا خانة أخرى. إذن إف بريم دو إكس، إف دو إكس عندنا ناقص واحد، عفوا ناقص مجموعة التعريف اللي عطينا، اللي هي معرفة الدالة راه كاينة في التمرين، ناقص جوج ناقص واحد، واحد زائد ما لا نهاية. إذا عندنا هادي كتنعدم فين؟ في ناقص واحد على جوج، هنا نديروها إشارة ناقص واحد على جوج. إذا الدالة عندنا غير معرفة في المجال ناقص واحد واحد، الدالة غير معرفة في المجال، وبالتالي تكون هنا الإشارة زائد زائد ناقص ناقص. إذن هذا ما ناخدوش بعين الاعتبار حيت الدالة غير معرفة. إذن شنو هي الإشارة؟ هي بليس موان، دونك دالة تناقصية تزايدية. عندنا بليس لانفيني سبق لنا ولقيناها هي واحد حسب السؤال رقم واحد، عندنا زيرو حسبنا الصورة، حسبنا الصورة هنا، وكذلك ديال ناقص جوج صنعها هي بليس لانفيني هادو في الأسئلة السابقة. إذا ننتقلوا للسؤال الموالي. إذا السؤال التابع اللي هو 4، أنشئ سي دي إف، نحاول ندير هنا الشكل أمامكم. إكريك إكس ناخذ هنا باش تبان مزيان واحد، هنا ناقص واحد، هنا زيرو، أو إي جي هادي راه باينة. إذا عندنا كيقبل مقارب عمودي أو مقارب، عفوا هنا مقارب عمودي في النقطة ناقص واحد. إذا سبقنا عرفنا أن ناقص جوج. إذا كيقبل مقارب عمودي في المستوى ناقص جوج، وهنا عندنا تاني كذلك كيقبل مقارب أفقي على يمين هنا جوار بليس لانفيني على في النقطة واحد. إذا عندنا نصف مماس، وكذلك عندنا نصف مماس في النقطة واحد وفي النقطة ناقص واحد. إذا الشكل ديالها يكون بهذا الشكل هذا، هو هذاك، وكذلك عندنا على مستوى هذه النقطة هذه نديرو بحال هكا نصف مماس. إذا هذا هو سي دو إف. إذن سؤال 5، بين أن جي تقبل دالة عكسية جي موان زان دو إكس. عندنا بما أن جي دو إكس قصور الدالة إف دو إكس على المجال ناقص زوج ناقص واحد، إذن جي دو إكس متصلة وتناقصية على ناقص جوج ناقص واحد، ومنه فإن جي
تقبل دالة عكسية جي موان زان دو إكس معرفة على المجال جي لي نقدر نحدوه. إذن جي كتساوي الصورة ديال ناقص واحد حيت الدالة عندنا تناقصية كيتقلب المجال الصورة ديال ناقص واحد والليميت دو إكس تنفيغا ناقص زوج على اليمين ديال إف دو إكس. إذن جي تساوي هادشي راه سبق لنا حسبناه صنا الصورة ديال ناقص واحد هي زيرو وكذلك حتى الليميت ديال زوج على اليمين حسبناها اللي صنا هي بليس لانفيني وحنا حددنا مجال تعريف الدالة العكسية. إذن خمسة باء اعطي المعادلة الديكارتية لمماس منحنى جي موان زان دو إكس في النقطة التي أفصلها واحد. إذن السؤال خمسة اعطي معادلة الديكارتية لمماس منحنى جي موان زان دو إكس في النقطة التي أفصلها هو ناقص واحد. إذن باش نحدو هنا المعادلة الديكارتية ديال الدالة العكسية إذن عندنا دائما معادلة ديكارتية كخاصية إكريك ديال المماس اللي هو تي إكريك كتساوي إذن في هاد الحالة جي موان زان دو جي موان زان دو واحد بخيم نكتبها واضحة هنا واحد بخيم عامل لي إكس ناقص واحد زائد جي موان زان دو واحد. إذن دابا المطلوب تحديد كل من جي موان زان دو واحد بخيم وكذلك جي موان زان دو واحد. إذن خصني نلقى القيمة دي هذا والقيمة دي هذا باش نعوضهم وبالتالي نحصل على المعادلة الديكارتية ديال المماس ديالي. إذن نحدد جي موان زان دو واحد شحال كتساوي جي موان زان ديال العدد واحد شحال كتساوي. عندنا جي موان زان ديال واحد كتساوي اكس يعني شنو كيعني لي هذا يعني جي دو اكس هذا كتكافئ باللي جي دو اكس كتساوي واحد. اذا بكل بساطه نشد الداله ونعوضها بقيمتها ونلقى على شكل حل معادله. اذا عندنا الدالة اللي هي جي دو إكس. إذن الدالة ديالنا هي جذر إكس كاري موان زان على إكس زائد جوج كتساوي لنا واحد يعني جداء الطرفين كيساوي جداء الوسطين. نقدر نقول هنا ندير أوكاري إذن أجيني إكس أوكاري موان زان كتساوي هنا بصيغة مباشرة درت هنا عامل لإكس زائد جوج الكل أوكاري. إذن إكس أو كاري ناقص واحد كتساوي إكس أو كاري زائد أربعة إكس زائد أربعة. إذن إلا حسبت هنا في آخر مطاف دي ربعة ها تختزل هذه المادي إذن إكس هتساوي لنا ناقص خمسة على أربعة لما نضيعوا في الوقت معادلة عادية. دابا نحدد ماذا نحدد الآن جي موان زان جي موان زان دو موان زان دو واحد بخيم يعني الآن نحدد جي موان زان ديال واحد كاملة بخيم يعني مشتقة. عندنا كخاصية جي موان زان ديال واحد بخيم كتساوي هي واحد على جي بخيم يعني جي بخيم الدالة العادية ماشي العكسية ديال جي موان زان ديال واحد في هاد الحالة هادي. إذن تساوي عدد واحد عندنا جي بخيم كتبقى هي نفسها نيت وحنا ديجا حسبنا هادي صنعها هي ناقص أربعة عفوا ناقص خمسة
على 4. إذن نمشيو للدالة الشقيقة، الدالة المشتقة اللي حسبنا ونعوضو، وبالتالي نحصلو على القيمة ديال ناقص 9 على 32. إذن من بعد ما حسبنا نرجعو ونديرو معادلة المماس ديالنا إكغيك تساوي، إذن حسبنا جميع الحالات، إذن هي ناقص 9 على 32 عامل لإكس ناقص 1 ناقص 5 على 4. يمكن لكم تنشروا وتبسطوا هذه عادية دابا.